الخميرة أقوى مليون مرة من الفيلر والبوتوكس، هتنفخ خدودك وهتملى تجاعيد الجبهة وحوالين العين أقوى مليون مرة من البوتوكس، هتنشط إنتاج الكولاجين في البشرة وهتدي بشرتك تفتيح ونضارة من أول استخدام، وانت هتشوفي النتيجة بنفسك وهستنى رأيك في الكومنتات. الماسك بتاع النهاردة يا بنات مكوناته كلها طبيعية وبسيطة، وكمان مش هياخد منك أي وقت في التحضير خالص. عملت معاكم ماسكات كتير للخميرة ولسه إن شاء الله مكملين في باقي الوصفات. بحاول أقدم كل الوصفات بتاعة الخميرة اللي جايبة نتيجة ما شاء الله كويسة، لأن كتير من متابعيني محتاجين الماسكات دي وبيدخلوا بالذات يسألوني على ماسكات الخميرة، فعشان كده بحاول أقدم فيها كل جديد. انا شوشو، دي قناتي. لو اول مره تعدي على قناتي وتشوفيني اعملي اشتراك للقناه وفعلي الجرس يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله، وشيري الفيديو لاصحابك وحبايبك عشان الكل يستفيد، وما تنسيش اهم حاجه تحط اللايك في اخر الفيديو. اول حاجه معايا النهارده هي البيض. انا هاخد هنا بياض البيض، معايا واحده من البيضه، هفصل البياض عن الصفار وهستخدم بس البياض في الماسك بتاع النهارده. الصفار تقدري تستخدميه وتعملي بيه اي ماسك تاني، وعندكم على القناة وصفات كتير او ماسكات كتير انا مستخدمة فيها الصفار، تقدروا تستغلوه باي ماسك. انا هستخدم هنا بياض البيض، وبياض البيض من الحاجات الحلوة جدا والمفيدة جدا للبشرة، فيه كمية من البروتينات بتحفز انتاج الكولاجين في البشرة وبتخلي بشرتك مشدودة. كمان البيض من الحاجات الحلوة او اللي بتمتص الدهون الزيادة في البشرة، وبيساعد على تنظيف المسامات الكبيرة وبيغلق كمان المسامات الكبيرة، كمان بيدي نضارة حلوة قوي لبشرتك، فما شاء الله من الحاجات الممتازة. تاني حاجة معايا هنا هستخدمها واحدة من البطاطس، والبطاطس انا عايزة النشا بتاع البطاطس، يعني واحدة كده تكون حجمها متوسطة مش كبيرة قوي مش صغيرة قوي، وهتبشريها، هقشريها الاول طبعا وهتبشريها بالجزء الناعم بتاع المبشرة علشان تقدري تستخلصي المية بتاعة البطاطس، ابشريها بالجزء الناعم ده من المبشرة. بعد كده هاخد البطاطس اللي انا بشرتها وهبدأ كده صفيها بمصفة ناعمة او بقطعة من الشاش زي ما انتوا شايفين كده. دي هنا انا كده فصلت المية بتاعة البطاطس عن البشر بتاع البطاطس نفسه. كل اللي انا هستخدمه، انا هستخدم معلقتين من النشا بتاع البطاطس، يعني حاولي كده وانتي بتاخدي خدي النشا اللي موجود في قلب المية بتاعة البطاطس. خدت معلقتين كبار زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى هنا اخلط البياض بتاع البيض مع معلقتين نشا البطاطس كويس جدا، اضربيهم كده مع بعض كده بالبيض اكنك كده بتربي البيض كويس. انا عايزة كده كل مكون نضيفه تبدأ تخلطيه كويس جدا علشان كل المكونات تبقى متجانسة مع بعض، والماسك يبقى يعني ناعم كده ومفيش في اي تكتلات. تالت حاجة معايا هنا هستخدمها، وهي معلقة كبيرة مليانة من اللبن البودر، معلقة مليانة هرمية كده زي ما انتوا شايفين من لبن البودر، واللبن البودر من الحاجات الحلوة جدا للبشرة، معقم كده طبيعي لبشرتك، بيعقم البشرة، بيزيل خلايا الجلد الميتة، كمان بيعالج حب الشباب، وكمان من الحاجات اللي بتقلل التجاعيد وبتدي ترطيب ونضارة حلوة قوي للبشرة، فما شاء الله من الحاجات الممتازة فعلا للبشرة. قلبي كده واخلطي، خلي كده كل المكونات زي ما انت شايفة المكونات كلها كده ناعمة مع بعض مفيش فيها أي تكتلات. معايا هنا بقى المكون الاساسي في وصفتنا، وهي طبعا الخميرة. هضيف هنا كيس كده من الخميرة او معلقة كبيرة هرمية مليانة كده من الخميرة، وبرضو زي ما اتفقنا هنخلط كل المكونات مع بعض. في المرحلة دي الخميرة هتاخد وقت معاكي شوية على ما تفك وتدوب كده والمكونات كلها تتجانس مع بعض، انت كده بالراحة وبالتقليب وهي كلها تتجانس كده مع بعضها، والماسك هيبقى ناعم زي ما تشوفوه دلوقتي. الخميرة يا بنات من الحاجات الممتازة جدا للبشرة، بتقضي على علامات الشيخوخة، بتزيل التجاعيد وبتشد بشرتك، كمان بتزود مرونة البشرة وبتزود انتاج الكولاجين والبروتين في البشرة، كمان من الحاجات الحلوة قوي اللي بتقلل جفاف البشرة وبتدي ترطيب وتفتيح كده ونضارة لبشرتك من اول استخدام هتشوفي الفرق. مع التقليب زي ما انتوا شايفين كل المكونات كده تجانست مع بعضها، والماسك بقى ناعم ومفيش في اي حاجة. اخر اضافة عندي، وهي دي اضافة اختيارية، يعني لو مش موجودة عندك هتقدري تعملي الماسك كده مفيش في اي مشكلة خالص. انا هنا ضفت شوية صغيرين يعني حوالي نص معلقة من زيت الورد، وزيت الورد من الحاجات برضو الممتازة للتفتيح والترطيب، حلو قوي حتى لو مش هتعملي ماسك فممكن كده ايه يعني حاجة بسيطة من زيت الورد تقدري تفتحي فيه المناطق الغامقة في جسمك، فهو ما شاء الله من الحاجات الحلوة قوي.
بعد كده طبعا هتبدأي تستخدمي الماسك بتاعك، وكده الماسك بتاعك بقى جاهز معاكي. هتغسلي بشرتك، هتستخدميه لوشك ولرقبتك وكمان لايديكي، ما شاء الله النتيجة بتاعته حلوة قوي. سيبيه كده حوالي نص ساعة لحد ما ينشف خالص وهيشد على وشك، وطبعا بياض البيض هيشد على وشك. بعد كده تشطفيه وترطبي وشك، مكعب تلج الاول مشيه على وشك، ورطبي وشك بقى باي مرطب انت بتستخدميه. ولو وصلتي معايا لحد هنا اوعي تنسي تحط اللايك عشان هو اللي بيرفع الفيديو. واشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.